اهلا بكم مجددا حضرات الساده المشاهدين، وارحب بكم وارحب ايضا بضيفي الكريم الاستاذ علي السيد الكاتب الصحفي. استاذ علي اهلا بك. اهلا وسهلا، نورنا دايما يا فندم. ربنا يخليك. قبل ما ابتدي حديثي مع حضرتك، في بيان خرج من مجلس رئاسه الوزراء المصري حابين نطلع الساده المشاهدين عليه، وهنحب من حضرتك تعليق كمان على ما وصلنا في هذا البيان. البيان الصحفي الواصل لنا من مكتب رئيس مجلس الوزراء هو عن ان رئيس الوزراء قد استهل جولته ببني سويف بتفقد مجمع مصانع العربي بالمنطقه الصناعيه بكوم ابو راضي بمركز الوسطى. واكد رئيس الوزراء المدبولي أنه يشيد باهتمام مجموعة العربي بضخ الاستثمارات والتوسع وافتتاح مصانع جديدة قريبا. أيضا قال رئيس الوزراء أنهم حريصون على دعم القطاع الخاص، فهو شريك أساسي في تحقيق خطط التنمية والتي تسهم في توفير الملايين من فرص العمل. فقد توجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم إلى محافظة بني سويف، حيث يقوم بجولة موسعة لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومحافظ بني سويف والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد استهل رئيس الوزراء والوفد المرافق له الجولة ببني سويف بزيارة مجمع مصانع العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الوسطى، حيث تفقد مصانع إنتاج مراوح السقف على مساحة 90,000 متر مربع، وتشمل إنتاج المراوح والمغذيات أي المواتير والفوم باستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 3 ملايين جهاز سنويا، وتوفر حوالي 1400 فرصة عمل. وخلال تفقد الهناجر وخطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء إلى عرض من المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجموعة العربي حول سير العمل لتنفيذ مجمع مصانع العربي في المنطقة الصناعية ببني سويف، والتي يقدر حجم الاستثمارات المتوقعة لها حوالي 3,400,000,000 جنيه، لتشتمل على 12 مصنعا تقام على مساحة 168,000 متر مربع، وتوفر 11,000 فرصة عمل. وتقوم المصانع على إنتاج مختلف أنواع الثلاجات والغسالات والمراوح وأجهزة التكييف، إلى جانب مصنع لإنتاج المكونات لتغذية العمليات الإنتاجية في باقي المصانع، وآخر لإنتاج المواتير. كما تفقد رئيس الوزراء مصنع الغسالات التابع للمجموعة. وخلال الجولة أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارات مع العاملين بالمصنع عن مؤهلاتهم وعدد الساعات التي يعملونها ومن أي المحافظات هم. كما أشاد باهتمام مجموعة العربي بضخ استثمارات جديدة والتوسع في المصانع، موجها لهم التهنئة على المصانع الجديدة التي سيتم افتتاحها قريبا، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، فهو شريك أساسي في تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته في توفير الملايين من فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة. ومجمع المصانع الذي نحن فيه اليوم خير دليل على ذلك، حيث يوفر منتجات عالية الجودة للمستهلك المصري ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة. وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح مرحلة من مجمع المصانع قريبا، وتتضمن مصنع إنتاج مواتير مراوح السقف، وآخر لتصنيع المراوح، وثالث لتصنيع مواتير الغسالات والغسالات بأنواعها باستثمارات تقدر بنحو 1,300,000,000 جنيه، توفر ما يقرب من 4,000 فرصة، على أن تكتمل باقي مشروعات المجمع بنهاية العام 2022. مجمع مصانع العربي بالوسطى ببني سويف يعد أحد المجمعات الصناعية الكبرى لمجموعة العربي، التي تمتلك كذلك مجمعين صناعيين كبيرين بمدينة بنها في محافظة القليوبية ومدينة قويسنا بالمنوفية، بالإضافة إلى مركز لوجستي وخطوط إنتاج لتجميع المراوح والشاشات بمحافظة أسيوط. وأيضا سيتم خلال العام المقبل افتتاح 4 مصانع تتبع المجموعة في كل من قويسنا وبنها، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية بكم أبو راضي بالوسطى نحو 799 فدان، وتضم 221 مصنعا، وتشهد المنطقة استكمال أعمال الترفيق من أعمال كهربائية ومدنية ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإقامة الغابة الشجرية وتأهيل كافة المرافق. أستاذ علي، بيان هام بكل تأكيد. هناك تعاون بين القطاع الحكومي ممثل في مجلس الوزراء
والقطاع الخاص، وبكل تأكيد تضافر الجهود ما بين قطاعات الدولة سواء كان قطاع خاص أو قطاع حكومي أو قطاع أعمال يصب في مصلحة المواطن ويصب في مصلحة محدود الدخل، إنتاجية، استثمارات جديدة، توفير فرص عمل. يعني بيان هام، وخصوصا أنه موجود في محافظة من محافظات الصعيد، يعني بني سويف أول خط الصعيد. حضرتك شفت هذه الزيارة إزاي؟ الحقيقة أول شيء نتكلم فيه هو استقرار، يعني إنجاز، يعني وجود مصانع، يعني وجود أيدي عاملة بتشتغل فيه. يعني البيان كان حريص على أنه يذكر فرص العمل التي توفرها مثل هذه المشروعات. احنا شفنا في الفترة من 2011 لغاية 2014 عندنا كم كبير جدا من المصانع توقفت، تصل لحوالي 3000 مصنع، لأنه كان في اضطرابات، كان في اعتصامات وإضرابات ومطالب فئوية وغيره أدت إلى شل حركة الإنتاج، وبالتالي تراجع العمل، زادت البطالة، زاد حجم الحقيقة الديون، قل الإنتاج، قل العمل، زادت فرص التي يعني تدفع إلى التأخر ولا تساهم في أي نوع من أنواع التقدم. أول ظاهرة من ظواهر الاستقرار هي أنه يبقى فيه مصانع جديدة، استثمارات جديدة، تشغيل للناس، انخفاض معدلات البطالة، انخفاض معدلات التضخم. أنت مصر الآن بتسابق الزمن لتعويض ما فاتها في خلال السنوات التي تلت 2011، لأنه ما حدث بعد 2011 أنه كل شيء توقف، عندنا دخلنا كله تقريبا توقف، في المقدمة كانت السياحة والتصنيع كله توقف، عجلة الإنتاج توقفت تماما، وأصبحنا كنا بنعيش على الديون وعلى ما تبقى من احتياطي نقدي، نفذ تقريبا كله على استيراد مستلزمات الحياة اليومية وليس مستلزمات إنتاج وتشغيل. يعني بدأنا من 2014 محاولة لأنه نستعيد هذه السنوات الضائعة من الحقيقة من عمر مصر، لأنه فقدنا كل دخلنا تقريبا. ما شفنا السياحة كانت في أوقات كثيرة جدا صفر، بعد ما كانت تحقق معدلات يعني تصل ل 12 مليار دولار في السنة، لو قارنتها بال يعني الاقتراض هتلاقي ان احنا السياحة في السنوات الماضية اكبر بكتير جدا، عائداتها اكبر بكتير جدا من اللي اقترضته مصر في السنوات الماضية. فتوقف عجلة الانتاج بيساهم في خلق مشكلات كثيرة جدا. الاستقرار هو اللي بيجعل الامم تتقدم، يجعل يكون في تصنيع وعمل دائم. بمجرد الحقيقة وجود اضطرابات كل ده يختل، أول ما يبقى يعني يشاع وترسل صورة عن مصر أنه فيها اضطرابات تقل السياحة، تقل الاستثمارات الوافدة أو الاستثمارات الأجنبية، تتراجع حركة الاقتصاد بشكل عام، وده الهدف الأساسي من اللي بيحصل في هذه الأيام. أستاذ علي، يعني حسأذنك حينضم إلينا في الحديث الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم أهلا بك على إكسترا نيوز. اهلا بحضرتك يا فندم وبكل مشاهدي البرنامج. اهلا بك يا فندم. في البدايه، دوله تحاول الوصول الى التنميه المستدامه والتنميه الحقيقيه والوقوف على قدميها مره اخرى كمصر، كيف تحقق الاستفاده القصوى من التنسيق ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق فائض انتاج مع الحفاظ على الاستثمارات والحفاظ على حقوق العمال وتوفير فرص عمل حقيقيه؟ طبعا يعني انت حضرتك اشرت في نقطه مهمه جدا اشكرك عليها استاذ حسام، الاستثمارات والقطاع الخاص. يعني لا يمكن انكار ان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للاقتصاد القومي، وان الكل اللي بتقوم به الحكومه من مجهودات واجراءات ومن عمل بنيه تحتيه ومرافق وتسهيلات، سواء حوافز زي ما قانون الاستثمار الجديد بينظمها، او تسهيلات تشريعيه او تسهيلات وبنعمل مرافق وتهيئه مناطق استثماريه ومناطق صناعيه خاصه، هو الغرض كله من الاساسي انك انت تطور وتمد وتطلق يد القطاع الخاص في الاقتصاد القومي. طبعا يعني احنا لازم نعرف برضو ان احنا في الاساس برضو احنا عايزين نشجع الاستثمارات، سواء
استثمارات محلية واستثمارات خارجية، وبالتالي برضو نقول ان احنا الاستثمار المحلي هو مش كفاية علشان يخلي الاقتصاد المصري يتقدم، وبالتالي احنا بنحتاج استثمارات من الخارج. الاستثمارات من الخارج دي علشان المستثمرين اللي في الخارج يجوا يخش مصر وتتدفق عليك عشرات المليارات من الدولارات سنويا، يبقى انت محتاج شغل كبير جدا. الدولة المصرية قطعت فيه شوط كبير، ده مش بشهادتنا لكن بشهادة مؤسسات التمويل الدولية، وكالات التصنيف الائتماني، وايضا وكالات الاقتصادية اللي هي منذ تقريبا 3 سنين او منذ 4 سنين ابتدت تقاريرنا الايجابية بعد ما كانت تقاريرنا كلها سلبية، وده طبعا هو اللي بيشجع المستثمر علشان يجي وعلشان يعمل مشاريع. يبقى اذا احنا عايزين نعمل صناعة، عايزين نطور من الاقتصاد المصري بتاعنا، وعايزين نطور من القاعدة الصناعية، فانت محتاج استثمارات تيجي من الخارج، وبالتالي انت محتاج تقوم بشغل كبير جدا في المرافق والبنية التحتية اللي هو الدور الحكومة اللي بتقوم بيه. الحكومة قامت بدور كبير، والدولة المصرية قامت بدور يعني مشكورة عليه في ان هي هيئت مناطق الاستثمار وعملت مرافق ومدن صناعية، وبالتالي انت محتاج النقطة الاخرى اللي هي انك تجذب الاستثمار. طبعا الاستثمار بيجي في حاجات كتير، طبعا بتيجي وبتحفز الاستثمار، يعني بتبقى ايضا على رأسها وضع الامن والامان. مصر دولة من اكثر الدول استقرارا في الاقليم، وبالتالي انت الاستثمارات هتبتدي تتدفق عليك، وطبعا ده اللي حصل في اخر 3 سنين 2017 و18 و19. مصر هي الواجهة الاولى للاستثمار في افريقيا، على الرغم من ان الاستثمارات في العالم كلها انخفضت، ولكن مصر اصبحت الواجهة الاولى للاستثمار في افريقيا بعد ما كانت الواجهة الاولى جنوب افريقيا قعدت 10 سنين تحتل رقم واحد، لكن مصر في اخر 3 سنين هي اللي احتلت رقم واحد. اصبحت الدول الكبرى الصين، اليابان، الهند، الولايات المتحدة، والمانيا، وروسيا، الجميع يسعى ان هو يكون ليه موطئ قدم في مصر ويستثمر ويعمل مدن صناعية علشان يزود الانتاج، ليس فقط عشان يغطي السوق المحلي، ولكن ايضا يصدر للخارج ويصدر للدول الافريقية ويصدر لباقي دول ومناطق العالم اللي احنا داخلين معاها في اتفاقيات تجارة حرة. فانت بالتالي انت بتفتقد تكنولوجيا في مصر، يعني انت في مصر علشان احنا ليه بنلجأ للاستثمارات، بنلجأ للاستثمارات الخارجية لانك انت ما عندكش تكنولوجيا، وبالتالي فالمستثمر اللي بيجي من الخارج هو اللي بيجي بمصانعه بتكنولوجيته، واحنا بنساعد دور الدولة ان هي توطن تلك الصناعة وتخلي اكبر عدد ممكن من الفنيين والمهندسين والعمال المصريين عندهم خبرة في هذا النوع من التكنولوجيا. ايضا القطاع الخاص المصري وتحفيز رجال الاعمال المصريين برضو عليه بلغ الاثر، لان برضو في النهاية رجل الاعمال المصري هو اللي بيكون شريك مع رجل الاعمال الاجنبي او مع الاستثمارات اللي بتيجي من الخارج. فيما يخص نقطة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، دي اللي مرتبطة أكثر بالشباب، مرتبطة أكثر بعامة المواطنين، هي اللي بتوفر فرص عمل، بتعمل نوع من أنواع الاستقرار النقدي واستقرار للدخول لشباب المبدعين والمبتكرين. فأنا عايز أقول أيضا أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر برضو الدولة قامت بدور كبير في دعمها، ولكن لا تزال إحنا محتاجين فيه دعم أكثر وأكثر وأكثر، هي اللي بتوفر فرص عمل للشباب. يمكن الدولة المصرية عملت صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على الجانب الأكاديمي، تم إنشاء بني سويف بمناسبة أن رئيس الوزراء بيفتتح مشروعات في المناطق الصناعية في بني سويف، وفيها المعهد القومي للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو بيمنح درجة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال ده على الجانب الأكاديمي. طبعا فرص المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر فرص لا تنتهي، بالشرط يكون المشروع الصغير او المتناهي ومشروع متكامل، ده هو ممكن يكون على اطراف او على هامش مشروع كبير وعملاق، مثلا بالتأكيد. ممكن يكون بيصنع سيرس في آلة بتتصنع في مصنع كبير، يعني فهي كلها بتبقى منظومة مترابطة في النهاية. دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أشكرك شكرا جزيلا، وحنتقل بالحديث مرة أخرى إلى الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال. أستاذ مجدي، أهلا بك على أكسترا نيوز. أهلا بك يا فندم. دايما كان في مقولة كده في مصر، المصنع للعمال، إزاي تشجيع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص، ونقدر نقول تشجيع رأس المال الوطني، انه يوفر فرص عمل ويحفظ حقوق العمال ويكون في توسع في خدمة الشعب المصري حقيقي. يعني ازاي كل ده بيتم بتشجيع
قطاع خاص مصري، وفي نفس الوقت الدولة بتدفع للحفاظ على الشرائح الاجتماعية وتنمية الشرائح الاجتماعية، وفي مبادرات اجتماعية زي تكافل وكرامة. ازاي كل الخطة دي تسير في وجود استثمار حقيقي مصري ورأس مال وطني والحفاظ على حقوق العمال وتنمية مصادر دخلهم كمان؟ بالتأكيد ان احنا رغم الجهود الحكومة في توفير مبالغ ضخمة جدا لمسألة المشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر، بحيث ان يبقى يعني في دول كتير جدا تلك المشروعات هي اللي بيبنى عليها الاقتصاد الدولة، احنا بالفعل محتاجين خلال الفترة اللي جاية ان يكون في تطوير في اداء المشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر، وده هيحتاج مننا حاجة مهمة جدا هي اعادة تثقيف الشباب بما يتناسب مع ان هم يبقى مخهم او دماغهم او مشروعاتهم او احلامهم ماشية في سكة انشاء مشروعات صغيرة ومشروعات متناهيات الصغر، لان احنا عندنا للأسف كثير من الشباب بيجري على الوظيفة ما بيحبش المغامرة، ما بيحبش يعني يدرس فكرة ويغامر فيها، لا احنا محتاجين نثقف الشباب بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية عشان يقدروا ان هم يمشوا في طريق المشروعات الصغيرة. احنا بالفعل يعني يوجد في مصر كثير من المستثمرين الوطنيين، يعني في البعض في قلة مثلا ما بتديش العمال حقوقها، لكن في بالفعل وطنيين كسر بيدفعوا للعمال كل الحقوق والعلاوات وكل حاجة، لكن احنا مش عايزين نسيب المسألة للهوى، احنا محتاجين خلال الفترة اللي جاية ان يكون هناك تشريع او يعني انتاج قانون عمل جديد، هذا القانون يضمن حقوق الناس. احنا كل مشكلتنا ان العمال ليه ما بتروحش القطاع الخاص؟ عشان الامان الوظيفي مثلا، ان صاحب العمل يقدر يمشيه في اي لحظة، ان مش لا، طب ايه المانع ان احنا نعمل قانون عمل جديد وهذا القانون يوفر هذا الامان الوظيفي، بحيث يبقى احنا العامل لما بيروح يشتغل في القطاع الخاص تحديدا يبقى عارف ان بكره مهمم بالنسبه له، بس ده مش هيتم الا من خلال بنيه تشريعيه تخدم العمال. وانا بناشد رئيس مجلس النواب الدكتور عبد العالي من منبرك هذا ان احنا لابد ان يعاد النظر في قانون العمل، احنا عارفين. طيب، فقدنا الاتصال بالاستاذ مجد البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، سنحاول اعاده الاتصال به مره اخرى بكل تاكيد، وانتقل بالحديث مره اخرى الى الاستاذ علي السيد الكاتب الصحفي. استاذ علي، اهلا بك مجددا. عذرا بس كان لازم يبقى يكون معنا حد يعلق على هذه النقاط الهامه. فكره التلاحم والتنسيق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في عمل مشروعات حقيقيه ومصانع ومزارع وما إلى ذلك من مشروعات بتوفر فرص عمل للناس، للمواطن العادي، للخريجين، للحرفيين، للعمال، تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية للعامل المصري بتوفير فرصة عمل تكون ثابتة وبمقابل مادي يعينه على قضاء يعني حاجة يومه. أول شيء الحقيقة قامت به الدولة المصرية هي توفير البنية التحتية السليمة للاستثمار بكافة أنواعه، سواء كان استثمار صناعي أو زراعي أو غيره. اتعملت شبكة طرق قوية جدا تساعد على الوصول إلى أبعد الأماكن، دخلنا إلى عمق الصحراوات في مصر كلها، اتعملت شبكة كهرباء على مستوى عالمي، الآن لدينا وفرة في الكهرباء وبالتالي أي تصنيع يحتاج إلى كهرباء سيجدها، اتعملت بنية تحتية لكل المشروعات اللي ممكن توفر فرص عمل جيدة. أي بلد في الدنيا بيبقى محتاج لتوفير يعني الصناعة أهم شيء فيها، أن أنت بتصدر وتوفر فرص عمل. توفير فرص عمل للناس ده مشكلة الحقيقة كانت بتواجه دول العظمى، حتى مصر نجحت فيها بشكل كبير جدا. شفنا يمكن الشهر اللي فات كان معدل البطالة وصل عندنا لحوالي 7.5%، وده رقم يعني ما غير مسبوق في مصر. الشراكة اللي بتحصل بين القطاع العام وبين القطاع الخاص هي الحقيقة اللي شفناها في السنوات الماضية، انه اي مشروعات بتشرف عليها الدولة بيكون اللي شغال فيها واللي بينفذها هو شركات القطاع الخاص. بشركات القطاع الخاص شركات لا غنى عنها، بتوفر
فرص العمل، والدولة هي المشرفة على هذه المشروعات، وبالتالي قدرت الدولة أنها تضغط مثلا التوقيتات الزمنية بدل المشروع ما كان بياخد سنة طويلة جدا، 6 شهور سنتين بالظبط، لأنه هو لما بيبقى فيه ضغط من مش ضغط إنما فيه تنظيم لكل هذه الأشياء عشان تقدر تنجز في النهاية مشروعات مهمة تحتاجها البلد. اللي اتحقق خلال السنوات الماضية هو الحقيقة إنجاز كبير جدا نتج عن حالة الاستقرار. احنا كنا في مرحلة فوضى عارمة، انتقلنا إلى مرحلة الاستقرار، بدأنا نشتغل، يعني لسه في ثمار العمل ما بنتش بشكل كبير جدا للمجتمع كله، لكن تحركنا من مرحلة الفوضى الكبيرة إلى مرحلة الاستقرار والعمل. دي مرحلة مهمة جدا، طبعا دي مضايقة ناس كتير جدا سواء دول أو تنظيمات أو غيره. طيب يعني احنا زي ما بدأنا في هذه الفقرة من الآن بالإشارة إلى جولة رئيس الوزراء في محافظة بني سويف، وتكلمنا وكمان قرينا بيان وصل من رئاسة الوزراء، احنا شايفين لقطات على الهواء مباشرة للدكتور مصطفى مدبولي هذه اللقطات منذ قليل من محافظة بني سويف. خلينا نتابع جانب من جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في محافظة بني سويف، ونرجع ليكم تاني حضرات السادة المشاهدين. Thank you.
ده هو كله هنا 98 و 99 هنا بيدخلوا على 98 و 99% هنا ما شاء الله ربنا يكرمكم يا رب. ودي الشابه بتاعت التحليل وبعد كده بعد ما نخلص التعليم السريع والتعليم البطيء وبعد كده بنرفع الأدوات دي ونعمل عملية تنظيف نبتدي ناخد عينات من كل كاس ونشوف نسبة العقارة الدكتور بيطلعوا يتعلموا على طول يا معلم وظيفة على كام كاس ده جهاز مصغر ليا محطة داخلية اه نعم أهلا بكم مجددا حضرات السادة المشاهدين وأجدد الترحيب بالأستاذ علي السيد الكاتب الصحفي. أستاذ علي كنا بنتكلم على فكرة المشروعات وضرورة وجود والتوسع في هذه المشروعات اللي بكل تأكيد بتفيد الشعب المصري وبتفيد الطبقة العاملة من الشعب المصري وكيفية التنسيق الحكومي مع هذه المشروعات من القطاع الخاص. زي ما تابعنا مع حضرتك دلوقتي هذه المشروعات اللي كان بيتفقدها منذ قليل السيد رئيس الوزراء دكتور مدبولي في محافظة بني سويف. كمان دكتور مدبولي يعني كلف بإنشاء مدرسة فنية للمياه بكل محافظة. فكرة خلينا نقول تجهيز وتربية جيل جديد من خلال هذه المدارس عشان يقدر يشتغل في المشاريع القومية ومشروع التنموية عشان بعد كده يبقى عندنا فعلا بنية تحتية حقيقية من الأيدي العاملة القادرة على مواكبة التكنولوجيا الجديدة والمصانع الجديدة. بفكرة المدارس الصناعية عموما يعني ساهمت مساهمة فعالة في دول كتيرة جدا منها على سبيل المثال ألمانيا. الصناع في ألمانيا اللي هم يعني عندهم حرف أو صناعات بيشتغلوا في مصانع عملاقة دخولهم أهم بكتير جدا وأكبر بكتير جدا من دخول فئات متعلمة تعليم عالي. النوع ده من المدارس اللي هي مرتبطة بالعمل أو مرتبطة بنوع العمل زي ما يبقى في يعني مدرسة كده أو معهد للسكة الحديد يبقى في مدرسة أو معهد للتعليم في مثلا محطة الضبعة النووية أنه يبقى في مدرسة زي ما للمياه أنه يبقى في مدارس مرتبطة بسوق العمل. الخريج بيطلع يشتغل ده بيضمن له فرصة عمل مباشرة بالضبط أو هو أثناء الدراسة بيبقى تقريبا بيعمل لأنه بيهيئ تهيئ كامل كأنه أنت داخل تتمرن. التعليم هنا بيبقى جزء من العمل كأنك بتتمرن عشان تخش تطلع تشتغل مباشرة تبقى ضامن وظيفة وضامن فرصة عمل. ده توجه حميد جدا. احنا مهم جدا انه الدولة الآن بتدرس احتياجاتنا ايه بسوق العمل في المستقبل ايه وبالتالي إعادة النظر في المنظومة التعليمية كلها لانه لازم تقيس على الاحتياجات في المستقبل. المستقبل بيتغير بشكل سريع جدا زي ما حضرتك اتكلمت عن تقدم التكنولوجيا ده يعني خطوات متسارعة جدا وبالتالي لازم تواكب هذه النقلات الكبيرة في التقدم تخلق تعليم يوازي أو يواكب هذا النوع من التقدم. لأن أنا ممكن أعمل تعليم
الآن بعد 10 سنين ما يبقاش فرصة العمل موجودة أصلا. فرص العمل بتتغير وبتختلف حسب النقلات اللي بتعملها التكنولوجيا. فأنت لازم الدولة بتضع برامج الآن فيها بعد علمي وبعد للفرص العمل، أنه بحيث بعد المدد ما تتخلص تعليمك تلاقي فرصة عمل مناسبة للتعليم اللي أنت تعلمته. دي خطة معمولة بشكل حقيقة مدروسة بشكل كويس جدا في التعليم العام أو التعليم الفني أو حتى التعليم الجامعي. نقطة تانية مهمة هي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إزاي دلوقتي نقدر نشجع الناس إنها تروح تستثمر وقتها ومجهودها وفلوسها في مشروعات صغيرة ومتوسطة زي ما الدولة بتطلب من الناس دلوقتي، وفي كذا مجال فتحته الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ المشروعات الصغيرة مرتبطة بشكل كبير جدا بالمشروعات الكبيرة. يعني لما يبقى في مصنع كان صناعات تكميلية بالضبط، ما يبقى في مصنع كبير بيحتاج جنبه مصانع صغيرة بتصنع حاجات معينة يستخدمها هذا المصنع. في كمان ريادة الأعمال اللي هو بيبتدي جديد بالضبط، زي ما حضرتك كده ايه، بيبقى عندك شاب جميل عندك أفكار مختلفة عن الأفكار اللي موجودة عن الأجيال بعد كده، لأنه التعليم اختلف، الثقافة اختلفت، البحث العلمي اختلف، وبالتالي تقدر تقدم أفكار بسيطة. الدولة بتساعد على النهوض بهذه التجارب. هذه التجارب مهمة جدا جدا لأنها بتبدأ صغيرة ثم بتكبر، ممكن تتحول الفكرة البسيطة أو الفكرة الصغيرة إلى فكرة كبيرة. مهم جدا تتطور مع الوقت بالضبط. مهم جدا أن تنتشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أعلى مستوى أنحاء مصر كلها، حتى في القرى والمدن الصغيرة، لأنه مهم جدا أن يبقى فيه هذا النوع من المشروعات حتى مش بس توفر فرص عمل ويبقى فيه إنجاز، بتوفر في حاجات كتيرة جدا. ما يبقى فيه مصانع في مناطق الصحراوية اللي تابعة مثلا للبحر الأحمر، أنت بتوفر في هذه الحالة طاقة ومجهود أنك تنقل من مدن بعيدة إلى المدن في البحر الأحمر. لما تبقى موجودة المصانع دي أو المشروعات الصغيرة في هذه المناطق بتسهل كتير جدا على الحركة، وبالتالي تستهلك وقود أقل، سيارات أقل، الحركة تبقى أقل، تسهم في وجود عمالة مدربة وفهمة كويس جدا في مشروعات متنوعة ومختلفة في جميع أنحاء الجمهورية. طيب أخيرا أستاذ علي، إزاي أشجع المستثمر المصري؟ يعني الاستثمار الأجنبي إحنا في شغل حاصل لطمأنة المستثمر الأجنبي إنه يجيب فلوسه ويجي يستثمر في مصر، وفي محفزات للاستثمار الأجنبي، بس دايما مفيش دولة بتتبني غير على كتف ولادها. مظبوط، ده يعني ده مفروغ منه. وفكرة الرأس مال الوطني في التعاون مع القطاع الحكومي هي دايما اللي بتقوم بالبلد. إزاي أشجع راجل عنده فلوس حاططها في البنك، او راجل عنده استثمارات خارج حدود الوطن، انه يجيب فلوسه ويحطها في مصر يستثمر هنا في مصر؟ هل هي الامر هو محفزات او ان انا اصحي الجانب الوطني في ضميره، ولا في الاخر هو رأس مال يهمه المكسب في الاول وفي الاخر؟ لا، هو سيستم وقانون الحقيقة. طبعا رأس المال المحلي افضل كثيرا جدا من اي رأس مال اجنبي. احنا صحيح بنبقى محتاجين العملة الأجنبية وكده، لكن العملة الأجنبية ممكن تزيد من خلال التصدير ومن خلال السياحة، من خلال مصادر أخرى زي قناة السويس، العمالة اللي في الخارج. لكن لما بيبقى فيه استثمار لمستثمر محلي بتضمن أنه الفلوس ما بتخرجش برا، بتضمن أنه هو ما يجيش عليه وقت يقول لك أنا هقفل وامشي، أو أن أنا هبيع وامشي، أو أن أنا هبيع لجهات مش معروفة. المستثمر المحلي مهم جدا، خلق حوافز وخلق أو قوانين تساهم في دعمه ومساعدته على أنه زي يغامر. الحقيقة أنه احنا عندنا يعني ناس كتير جدا جات استثمارت مثلا على سبيل المثال البناء والأراضي.
لما نيجي نقول أنا من الناس اللي ميالين قوي للمستثمر الأجنبي في مثل هذه الأمور، لما يجي حد يعمر في مصر أو يبني بيكون مصري، أنت بتدفع له الفلوس داخل مصر، يعني بتشتري بيت ولا بتشتري، الفلوس داخل مصر. لما بتدفع لشركة أجنبية الفلوس مش داخل فلوس خارج مصر. في هذه مثل هذه الأمور لازم أديله حوافز كتيرة. الدولة بتوفر الآن خصوصا للمدن الجديدة طرق، بنية تحتية من صرف صحي لمياه لغيره لغيره، بتوفر حتى يعني رعاية صحية رعاية صحية عامة، وبالتالي بيدخل داخل هذه المنظومة العمال. النهاردة أي حد بيقف على ابتدينا مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، التأمين الصحي الشامل وحتى الفحص الشامل اللي 100 مليون صحة اللي موجود بيفحص كل الناس، وبالتالي حتى بيخفف العبء عن الشركات اللي بتشغل العمالة وبتصرف على صحتها. في حوافز كتيرة جدا، المهم أن المستثمر المصري يدخل ويغامر وما يقللش من حجم الحصة الوطنية ويخش، لا يدخل كمان يغامر، يعني الأجنبي بيغامر أكتر، بيراهن على المستقبل أكتر، عنده بعد نظر للمسائل، بيقرأ التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري، وبالتالي بيدخل أكتر في مثل هذه الأمور. يعني أستاذ علي السيد الكاتب الصحفي، بشكر حضرتك على وجودك، شكرا جزيلا، شرفنا دايما، وبشكركم حضرات السادة المشاهدين، وأترككم مع هذا الجانب من جولة رئيس الوزراء في محافظة بني سويف وتفقده للمشروعات التنموية.
هنا بيدخلوا على 98 99% ما شاء الله. ودي الشربة بتاعت التحليل. أهلا بكم مجددا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص لأنه شريك أساسي في تحقيق خطط التنمية. جاء ذلك خلال تفقده عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية على هامش زيارته لمحافظة بني سويف، حيث أكد مدبولي أن مشروعات القطاع الخاص تسهم في توفير الملايين من فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مصطفى أهلا بك على أكسترا نيوز. أهلا وسهلا أستاذ حسين، تفضل. في البداية، أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الوطني، القطاع الخاص المحلي، رأس المال الوطني في توفير فرص عمل حقيقية للشباب والشعب المصري من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق الاستثمار الداخلي حتى تكون دورة الأموال دورة داخلية، لا تخرج الأموال المصرية إلى الخارج. شوف حضرتك، هو طبعا عشان يبتدي يكون في استثمار لازم يكون الاستثمار ده نابع من الاستثمارات الداخلية أو الاستثمارات المحلية، وتخطيط الدولة ازاي ان احنا نحقق حياة كريمة لبعض من المواطنين في بعض من المحافظات. زيارة رئيس الوزراء النهاردة في محافظة بني سويف دليل على عمل الحكومة على ارض الواقع. يعني الحكومة النهاردة بتتكلم ان احنا موجودين في وسط الناس، بندور على مصادر للحياة ليهم، بنفتتح لهم عدد من المشروعات. بيقف دولة رئيس الوزراء بنفسه للوقوف على الصعوبات او التحديات للمستثمرين. النهاردة الافتتاحات اللي تمت كان ليها عدد من الأشكال، يعني لما نشوف النهاردة رئيس الوزراء بيفتتح محطة مية، شوف النهاردة بيفتتح شركة أو بيأكد على الاستثمار داخل شركة من أهم الشركات الموجودة في مصر والشرق الأوسط طبعا للسلع المعمرة. يعني نشوف قد إيه الإنجاز الكبير إن إحنا بننقل التكنولوجيا دي من الخارج لدخولها لمصر، وتكون مصر يعني سوق للتصدير وأيضا لفتح أسواق لليد العامل. النهارده لما نشوف كمان محطة الكهرباء اللي تمت إضافتها للمحطات الكهرباء هناك في بني سويف، لما نشوف النهاردة رئيس الوزراء بيتكلم في مدرسة مع الأولاد والشباب وبيستمع ليهم وبتصور معاهم، ده بيدل على أن في تواصل أعتقد بين
ما بين الحكومة وما بين المجتمع، سواء بقى القاعدة العريضة زي ما بنقول أو في الاستثمارات زي ما احنا بنتكلم، وقد إيه احنا بنحاول نطلع الاستثمار ويخش ولولادنا يشتغلوا ويكون في تحسن في مصادر رزقهم. دكتور مصطفى، يعني كيفية تشجيع رجل الأعمال المصري على الاستثمار أو استثمار أمواله في الداخل المصري؟ الحوافز الاستثمارية التي يجب أن تتوفر حتى نشجع المستثمرين لضخ أموالهم في مشروعات تنموية داخل مصر؟ شوف حضرتك، الحوافز بتاخد كذا شكل وكذا نوع وكذا كاتيجوري من كل الأشكال. يعني في واحد بيحب المستثمر ان يكون الحافز بتاعه ان يحصل على قطعه ارض مناسبه ليه في الاستثمار ومع مجموعه من المستثمرين. في ناس بتفضل ان يكون الحوافز الضريبيه، في ناس بتحاول ان هي تقترب من المواني والسفن وحركه النقل، في ناس بتفكر ان هي تاخد حركه تمويل. الدوله النهارده بتحاول تجمع كل ده في شكل بيئه استثماريه حاضنه لكل مستثمر، سواء المستثمر ده كبير او متوسط او حتى متناهي الصغر. يعني احنا النهارده بنقوم بتجربه ونموذج العالم كله بيتكلم عنها، اللي هي المشروعات متناهيه الصغر، المشروعات البسيطه، المشروعات الصغيره اللي هي توصل لكل يد عامله او بتبحث عن فرصه عمل. النهارده احنا عملنا قانون للاستثمار واعتقد هيئناه لكل الناس. النهارده بقى عندنا حكايه الشباك الواحد، ان اي حد بيخش النهارده هيئه الاستثمار ويتكلم مع شاب يكلم له قد ايه حجم الاستثمار. عندنا بدل خريطه الاستثمار الواحده بقى عندنا اثنين، خريطه صناعيه وخريطه استثماريه موجوده على الويب سايت. يعني اي حد يقدر النهارده يكتب الخريطه الاستثماريه يقدر يفتحها يبحث عن فرصه استثماريه ليه كبيره او صغيره. النهارده عندنا القانون كمان بيحمي المستثمرين في اهم نقطه، الا وهي ان لا قدر الله حصل له حاله من الافلاس يعرف يخرج ما عندوش اي مشكله. النهارده الحمد لله عندنا العمله متوفره، يعني يمكن الناس كتير بطلت تتكلم ان الدولار النهارده في النازل. الامور دي مجهود كبير بتقوم بيه الدوله، وعلشان كده الدوله بتسعى لترسيخه. عارف حضرتك يعني ايه ترسيخه؟ الناس لازم تعي هذا الامور، ان الحكومه بتكون متواصله مع المحافظين، متواصله مع رجال الاعمال، بنبحث النهارده عن فرص التشغيل. يعني رئيس الوزراء النهارده يقف وسط المصنع يتكلم مع العمال ويقول لهم متطلباتكم ايه، او يتكلم النهارده مع صاحب العمل. دي بالنسبه لي مهمه جدا كمستثمر، ان الحكومه بتعي وتركز في طلبات المواطنين، اللي هي ازاي يشتغل، ازاي نفتح له مصدر رزق. العالم النهارده فندم بيتقدم بالتشغيل، بالاستثمار، بان هو ازاي ينافس الدول الاخرى. احنا في محيط الوقت الحالي في الوقت الراهن في العالم كله، الدول كلها بتسعى انها تجذب استثمارات، فاحنا كمان قادرين على هذه الامور. احنا بنسعى ان احنا ندفع الاستثمارات ونقف على التحديات اللي هي بتواجه الاستثمار ده ونزلها، ومن اي معوقات كمان نبعدها. طيب، في هذه الجولة اللي تفقد فيها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدد من المشروعات، هل تستطيع أو يستطيع رأس المال الوطني تنفيذ مثل تلك المشروعات التي أشاد بها الدكتور مصطفى مدبولي في جولته؟ طبعا، خلينا نقول ان احنا النهاردة ان الاستثمار بيبدأ دايما بالوطني، المستثمر المحلي اللي هو دايما بيكون على تواصل مع الاستثمارات الأجنبية. يعني خلينا لو ادينا مثل ودينا نموذج كبير زي الشركة اللي النهاردة دولة رئيس الوزراء فيها، دي استثمار من أكبر الاستثمارات. شركة العربي من أشهر الشركات اللي موجودة في العالم أصلا، ومن الشركات اللي هي فعلا ذات يعني ترسيخ لصناعة السلع المعمرة ولها باع كبير جدا. احنا النهاردة لما ندعم شركة زي دي، والشركة دي النهاردة تفتح سوق في أفريقيا أو تفتح سوق في دول أوروبا أو تسعى النهاردة نسبة حجم استثمارات، فهي هتكون من الأقدر ليها أنها تجذب عدد من المستثمرين الآخر. ما ننساش حضرتك النهاردة لما كان دولة رئيس الوزراء في ألمانيا منذ شهور بسيطة، وطبعا دفع حجم استثمار بشركة مرسيدس وهتكون إن شاء الله متواجدة في محور قناة السويس. ما تنساش كمان ان دفع لاكبر شركه من الشركات اللي هتكون منافسه لشركه العربي للسلع المعمره. الحاجات دي كلها النهارده مش بسهل، ما بتجيش بسهوله، ان انت ترسخ لشركه كبيره من الشركات زي شركه العربي او الشركات الكبرى للاستثمار، بتحتاج مجهود كبير لتلبي رغبه الشركات دي علشان تقدر توظف وتهيئ لبيئه عمل داخل المجتمع المصري. دكتور مصطفى، يعني كمان في جانب آخر على النقيض، أو وهو
عدم رؤية هذه المشروعات وعدم الوصول لها، إزاي نقدر نعمل الدعاية الكافية للمواطنين إن في هذه المشروعات وإن يجب الوصول إليها والوصول إلى فرص عمل حقيقية ترضي الشباب والأيدي العاملة؟ شوف حضرتك، انت مسيت نقطة من اهم النقاط. انا عشمان ان النهاردة مثلا كان دولة رئيس الوزراء يقف يتكلم كده على قدام الاعلام يقول لهم خلي بالكم الشغل اللي احنا بنعمله ده لبلدكم، ده منتهى البساطة خالص. الكلمة المسؤول النهاردة ان تطلع بمنتهى الصدق كده للناس، زي ما يعني زي ما رئيس الجمهورية بيتحدث مع الناس كده، اعتقد ان دولة رئيس الوزراء النهاردة لو وزير من الوزراء لو المحافظ النهاردة تكلم امام الاعلام ويثبت قد ايه للمجهود اللي احنا بنقوم بيه بقالنا يعني على الاقل 5-6 سنين وقد ايه دفعنا حركه الاستثمار. هل تتخيل حضرتك ان النهارده الفرصه بتاعت الاستثمار دي، فرصه العامل اللي انت بتشوفه ده دلوقتي ده قدامك، على الاقل تتطلب 100,000 جنيه علشان احنا نوفر له هذه الفرصه؟ يعني المصنع ده النهارده بتاع العربي علشان النهارده يشغل له 500 واحد، الفرصه الواحده للعامل ده بتتطلب من الدوله 100,000 جنيه، توصيل مرافق، توصيل خدمات، مد أراضي، مد تعمير للبنية. هل تتخيل حضرتك إن كان من 5 سنين في حاجة اسمها منطقة صناعية في بني سويف محدش كان بيسمع عنها وما كانتش موجودة أصلا؟ هو مين اللي عملها؟ مش إحنا اللي عملناها، البلد اللي عملتها مصر هي اللي بتبنيها. في فندم، في إعلام بيضل للناس، في ناس فندم شغال على تضليل عقول البشر. إحنا ثقافتنا فندم الاستثمارية والتشغيل والعمل مش معلش مش زي المواطن الأوروبي ولا المواطن الأمريكي، كويس؟ واحنا كمان مستوزج، احنا كمان حقيقتنا نكون قادرين على توصيل الرساله لكل المواطنين في الشارع المصري اللي احنا اللي بنعمله ده، اللي الدوله بتعمله ده لصالحكم مش لصالح اي حد. بس هي لغه الحوار، لغه التفاهم للاسف. ادي كل الامور النهارده للاسف الاشاعات والناس المضلله والمغرضه مش عايزك تتقدم، ده بمنتهى البساطه. جايب استثمارات بالمليارات من بره هتخليك تنجح؟ لا مش هيخلوك تنجح طبعا. النهاردة عندك أكبر حقل غاز في شرق البحر المتوسط من أكبر الحقول في العالم، كثير من الدول مش هترضى لك الخير، ده بمنتهى البساطة. في عندك يعني للأسف نبرة حنجرية زي ما بيسموها كده، شوية أولاد صغيرين بيطلع يتكلم أصل مش عارف إيه وكده، ما طول ما مسؤولين ما بيردوش عليهم رد مقنع أو رد بالعين زي ما إحنا بنشوف، بتلاقي الأولاد الصغيرين دول بيبقى يعني للأسف مش مقتنعين بالكلام. تمام، أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار. ونتابع الآن حضرات السادة المشاهدين تفقد السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات الإسكان الاجتماعي ببياض العرب بمحافظة بني سويف. أترككم مع هذه اللقطات الحية. يعني شوية فوق شوية حسب. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا أيضا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي أهلا بك على أكسترا نيوز. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. بالتأكيد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذه المصانع والمشروعات في محافظة بني سويف هي للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود المصرية لتحقيق الاستثمار المطلوب وفرص العمل المباشرة للشباب المصري. كيف رأيت تضافر الجهود والتنسيق ما بين القطاع الحكومي الممثل في مجلس الوزراء والقطاع الخاص المصري؟ خلينا نقول ان الحكومة يمكن بترد على
الإشاعات بترد على المؤامرات اللي ممكن تكون موجودة في الفترة الحالية بشكل كبير وكلها يمكن متابعينه عن طريق العمل، عن طريق استمرار العمل وتكثيفه. ازاي ان انت تقدر ترد على اي مؤامرة ممكن تكون ضد الدولة؟ عن طريق استثمارات اكبر، عن طريق توفير فرص عمل اكثر، عن طريق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. ازاي ان احنا شايفين الصعيد اللي كان مهمش لسنوات طويلة جدا، ازاي ان الحكومة بتهتم بيه بشكل واضح، بتسعى فعلا لتحقيق التنمية في الصعيد، رفع مستوى معيشة المواطن في الصعيد، توفير فرص عمل ليه، توفير خدمات أساسية ليه، توفير إسكان اجتماعي ليه. دي كلها حاجات كانت مطالب بالنسبة لأهالينا في محافظات الصعيد من أكثر من 20-30 سنة، وللأسف ما كانتش الحكومات في الوقت دوت بتلبي احتياجاتهم. احنا شايفين دلوقتي، واحنا شايفين على الهواء حضرتك دكتور علي، يعني شايفين على الهواء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي وتفقده لمشروعات الإسكان الاجتماعي ببياض العرب، وهي خطوة بكل تأكيد من جهود الدولة في توفير المسكن اللائق لمواطني محافظات الصعيد. بالضبط، وهو دوت اللي احنا بنأكد عليه، بتعمل لصالح المواطن. ممكن يكون المواطن شكواه في وتيرة الإصلاح الاقتصادي وسرعة الإصلاح الاقتصادي، لكن خلينا نقول ان احنا كمان ما عندناش رفاهية الوقت. الوقت بالنسبة لنا كان بيمثل تكلفة، وتكلفة كبيرة. الفكرة كلها ان احنا دلوقتي عشان نقدر نفتتح مشروعات ديت بمليارات الجنيهات وقت قصير زي دوت في محافظات للأسف شهدت تهميش لعقود كثيرة جدا، ازاي ان الدولة ورئيس الوزراء بنفسه بيبقى متواجد، رئيس الجمهورية ذات نفسه تواجد عدة مرات في الصعيد، ده في حد ذاته جزء مهم جدا ورسالة مهمة جدا لإزاي إن في خطوات جادة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، إزاي إن في اهتمام من جانب الدولة بالمواطن في محافظات الصعيد، بجانب عديد من المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، وكمان إزاي إن في حوافز وضمانات بتقدمها الدولة للقطاع الخاص بحيث إن يرفع من حجم استثماراته في محافظات الصعيد، وده اللي يقدر يوفر فرص عمل ويقدر ان هو يزود الانتاج بالنسبه لمحافظات الصعيد، ويقدر يخلينا نعالج مشاكل للاسف استمرت لسنوات طويله، سواء مرتبطه بمستويات الفقر او مرتبطه بمشاكل الهجره من هذه المحافظات الى العاصمه. اعتقد ان استمرار العمل واستمرار الجهد هو دوت السلاح اللي احنا بنتسلح بيه أمام أي محاولات لهدم الدولة. أهم حاجة أن المواطن فعلا يبتدي يعني ينشر الإيجابيات ويبتدي فعلا يأكد على الإصلاحات دي، وحتى لو في سلبيات نقدر مع بعض أن احنا نعالجها، لأن احنا برضو خلينا نتكلم بمنتهى صراحة، المواطن مستعجل، والاستعجال دوت صعب أن احنا نقول أن مشاكل دولة من 30-40 سنة إن ممكن كلها تتحل في 3-4 سنين، لكن حجم الإنجاز اللي اتحقق في 3-4 سنين دولت إنجاز كبير ما حدش يقدر يقلل منه، لأن لما نشوف المؤسسات الدولية ونشوف الإشادات من كافة دول العالم ومراكز المالية بالنسبة للاقتصاد المصري ووضع الدولة المصرية، ده جزء مهم جدا في ظل تحديات أمنية وتحديات مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي بتمر بيها المنطقة بشكل عام، واحنا شايفين الدول وعدم الاستقرار السياسي والامن ازاي ان هو اضر بيها اقتصاديا واضر بحال المواطن، وهو دوت اللي للاسف كانت بتتمناه بعض الجماعات وبعض الدول لمصر، لكن الحمد لله ربنا حافظ مصر من كيد كل الاعداء، وان شاء الله باذن الله الوضع الاقتصادي والسياسي والامني دايما يبقى افضل حال، وهو ده اللي احنا بنتاكد عليه وبنتمنى دايما ان المواطنين حتى لو في سلبيات او في اي نقد، اعتقد ان لغه الحوار يعني رئاسه الجمهوريه بتاكد عليها في مؤتمرات الشباب، والرئيس بنفسه بيرد على كافه التساؤلات اللي بتبقى موجوده. اعتقد ان احنا محتاجين كمان ان الحكومه والمحافظين وكل العاملين في الجهاز التنفيذي ان هم فعلا
يسلكوا بنفس هذا النهج، ان فعلا يبقى في لغه حوار مستمره مع المواطنين ورد على كافه التساؤلات. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد. وانتقل بالحديث الى الاستاذ علي السقطي، رئيس اتحاد مستثمري رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه. استاذ علاء، اهلا بك على اكسترا نيوز من القاهره. اهلا بك يا فندم. بالطبع هناك مجهودات عديده من قبل الدوله من ناحيه، ومن ناحيه الاخرى تشجيع من قبل البنوك ل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير القروض الميسرة لتنفيذ هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ما الذي ينقص المشهد الاقتصادي المصري لتعظيم إنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ مساء الخير أولا. مساء النور يا فندم. بص أنا هكلمك إيه الكلام اللي الناس عندنا بيقولوه. اتفضل. الناس عايزة في الآخر إيه؟ الناس عايزة ان النهاردة ابقى مطمئن ان ابني هيشتغل، ابقى مطمئن ان انا مش هشيب شغلي، ان انا ابقى مطمئن ان انا لو تعبت هتعالج. كل الكلام ده هو اللي الناس بتتكلم عليه، وهي الناس عايزاه. انا عايز النهاردة الاقي رئيس وزراء او وزير رايح يحط حجر اساس في مشروع صناعي. عايز النهاردة الاقي مشاريع بدأت تبدأ صناعة، ابقى عارف ان كمان كام سنه حتى لو النهارده انا هتعب بس كمان كام سنه ابني هيلاقي شغل. هو ده اللي انا عايزه، وهو ده اللي الناس عايزاه، وهو ده اللي اتوقع انه يبدا يتم. يعني النهارده بدانا نتكلم على مشاريع صناعيه، وهو ده الهدف الرئيسي. نفسي يبقى كده. والمشاريع الصناعيه اللي موجوده دلوقتي يا فندم ماشية في الاتجاه ده، او ايه اللي ناقصها عشان توصل للي بيأمله اتحاد المستثمرين؟ او مبدئيا هو في اتحاد مستثمرين ده اللي بيرقصه؟ لا، اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حضرتك يعني احنا عايزين احسن من كده. بالتأكيد بالتأكيد البلد كلها عايزة احسن واحسن، ما فيش يعني مش عايزين نفضل واقفين مكاننا، احنا عايزين نطور ونوصل للاحسن اللي يفيد جميع قطاعات الشعب المصري اقتصاديا في هذه المنطقه تحديدا. انا اصل بص انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. يعني ان انا الناس اللي عندي ما بتفهمش التعظيم القيمه الاقتصاديه، وكان الناس عايزه حاجات دلوقتي زي ما بقول لحضرتك كده، زي ما رئيس الوزراء راح بني. أستاذ علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقدنا الاتصال به، سنحاول إعادة الاتصال مرة أخرى. وكما أسلفنا حضرات السادة المشاهدين، بنتابع على الهواء هذه الصور التي وصلتنا لزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي حصلت منذ قليل في محافظة بني سويف، اللي زار فيها مجموعة من المشاريع في محافظة بني سويف ومصانع شركة العربي. هناك العديد من الزيارات أيضا اللي بيقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي في هذه المحافظة. بعدها توجه إلى تفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة بياض العرب ببني سويف، وهذه هي الصور التي وصلت إلينا من جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. كم واحد بقى في الفصل؟ ما شاء الله. تمام. اول جمهوريه هنا جمعنا الميه، بنعمل كل التجارب اللي تخص في الميه.
ده هو كله هنا 98 و 99 بيدخلوا على 98 و 99% هنا ما شاء الله ربنا يكرمكم يا رب. دي الشابه بتاعت التحليل جرعات وبعد كده بعد ما بنخلص التعليم السريع والتعليم البطيء وبعد كده بنرفع الادوات دي ونعمل عمليه تنظيف ونبتدي ناخد عينات من كل كاس ونشوف نسبه العقاره في العقاره. دول بيطلعوا يتعينوا على طول يا معلم وزير بعد كده. ده جهاز مصغر للمحطه لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ خليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. أستاذ خليفة أهلا بك على أكسترا نيوز، تابعت معنا هذه الزيارة التي قام بها السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة بني سويف، زار مجمع مصانع العربي في هذه المنطقة، زار مشروعات الإسكان الاجتماعي ببياض العرب ببني سويف، العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة لخدمة المواطن المصري وتحقيق استثمار حقيقي يعود بالنفع على المواطن لتوفير فرص عمل وتحقيق حياة كريمة حقيقية خصوصا في محافظات الصعيد مصر. نعم، يعني هذه الزيارة الحقيقة تكتسب أهمية كبيرة جدا لأنها تأتي ضمن زيارات ميدانية لرئيس الوزراء إلى عدد من المحافظات. شفنا الأيام الماضية كان زيارات السيد رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء إلى المنيا، محافظة المنيا، اليوم بني سويف، منذ أسابيع كانت هناك محافظات أخرى في الصعيد، وافتتح السيد رئيس الوزراء عدد من المشروعات في كل هذه المحافظات مهمة جدا، مشروعات خدمية، مشروعات إسكان اجتماعي للفئات اللي هي فقيرة أو الفئات ده وللشباب، أيضا مشروعات الصرف الصحي، وكلها مشروعات مهمة جدا تسأل دي دور الدولة وإن الدولة بتعود بقوة ومتواجدة بقوة
لتلبية كل احتياجات المواطنين الأساسية والخدمات الأساسية وجودة وكفاءة ورفع جودة وكفاءة هذه الخدمات الأساسية. سواء شفنا حتى في محافظة المنيا كان منذ أسابيع أو قليلة كان افتتاح مشروع للشباب مهم جدا اسمه شارع مصر، كان في عدد من المشروعات الصغيرة المتوسطة في مظهر حضاري فريد ومتميز. اليوم السيد رئيس الوزراء بيفتتح عدد مشروعات مهمة جدا، سواء محطة الطرف الصحي اللي هي بتلبي احتياجات أساسية وترفع كفاءة الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل استراتيجية الدولة اللي هي بتستهدف الحقيقة مد شبكات الصرف الصحي للقرى في مصر اللي كانت بس 16% وأقل من ده، كانت حوالي 5% بس من كل القرى في مصر تتمتع بشبكات الصرف الصحي. السيد رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته للحكومة منذ توليه المسؤولية بضرورة أن ينعم كل المواطنين في القرى والريف بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية ورصف الطرق الأساسية. وفي هذا الإطار شفنا الحقيقة مهم جدا شبكة محطة الصرف الصحي اليوم يعني تخدم على الخطة واستراتيجية الدولة اللي هي مد شبكات الصرف الصحي بأهالينا في القرى. أستاذ خليفة يعني عذرا للمقاطعة الآن على الهواء مباشرة نقل حي لزيارة السيد رئيس الوزراء أيضا لمشروع آخر في محافظة بني سويف وجولة في مصنع إمسا دانم للبنطلونات الجينز ببياض العرب الصناعية شرق النيل بمحافظة بني سويف. هذه هي اللقطات نتابعها على الهواء مباشرة، سأترك السادة المشاهدين معها لبرهة من الوقت. Thank you.
أهلا بكم مجددا حضرات السادة المشاهدين، وأعود مرة أخرى للأستاذ خليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. أستاذ خليفة عذرا على الإطالة وكل هذا الوقت. لا أبدا، الحقيقة احنا سعداء كلنا وإحنا بنتابع هذه الزيارة المهمة وتفقد السيد رئيس الوزراء لعدد من مصانع القطاع الخاص، وده بيأكد في الحقيقة على أمر مهم جدا جدا، أن الحكومة الحقيقة بتشجع وتحفز القطاع الخاص على إقامة المشروعات وضخ الاستثمارات، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في المشروعات التنموية وفي تنفيذ استراتيجية 2030 التي تنفذها الدولة على قدم وساق وبسرعة. نجد كل ربما كل يوم والتاني كل شهر نجد مشروع مهم جدا، المشروعات المهمة يتم افتتاحها. النهاردة شفنا قد ايه المشروعات، شفنا مشروعين للقطاع الخاص مهمين جدا جدا، احدهم اللي زار السيد رئيس الوزراء منذ قليل لمجموعة شركات العربي، وهذا المشروع مهم جدا في ان هو بيوطن صناعات مهمة تدخل ضمن الصناعات التحويلية اللي هي صناعة الآلات والمعدات والمواتير للأجهزة المنزلية، سواء بدلات ومراوح، وفي مجموعة استثمارات تصل إلى إجمالي استثمارات هذه المشروعات ل 11 مصنع 3.2 مليار جنيه. يعني فاللي بيقول إن القطاع الخاص ما لا القطاع الخاص شريك أساسي والدولة الحقيقة بتشجع القطاع الخاص على إقامة هذه المشروعات، النهاردة رئيس الوزراء وزيارته لهذا المشروع وتفقده وحواراته مع العاملين فيه ورئيس مجلس إدارة المجموعة اللي هو المهندس إبراهيم العربي اللي رئيس اتحاد الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية وحواراته مع العاملين، بيأكد كمان معنى مهم جدا هو التواصل والمباشر مع المواطن المصري والاستماع إلى طموحاته ومشكلات اللي قد يواجهها، وأيضا يستمع إلى آرائه في المشروعات اللي الدولة بتقيمها وتشجيع القطاع الخاص واللي بيساعد في توفير هذه المشروعات، زي ما صرح النهاردة واستمعنا لتصريح المهندس إبراهيم العربي للسيد رئيس الوزراء أن توفر 11,000 فرصة عمل مع اكتمال هذه المصانع ال 11 مصنع بحلول عام 2022، هيتم خلال شهور افتتاح احدها باستثمارات 1.3 مليار. النهارده تم افتتاح مشروع ب 350 مليون للمراوح. فاذا الحقيقه منذ قليل واحنا بنتابع زياره السيد رئيس الوزراء لاحد المصانع المهمه للقطاع الخاص هي البنطلونات التينز، فاذا القطاع الخاص شريك اساسي والدوله تهتم بهذا الاطار وتشجع وتدفع القطاع الخاص لضخ استثمارات وتوفير فرص العمل ومن ثم زياده معدل الانتاج، وبالتالي الحقيقه ان الدوله بتعي تماما ان القطاع الخاص دوره ضخ استثمارات، يعني زياده الانتاج يعني توفير فرص عمل، يعني تحسين مستوى الدخول والمعيشه للمواطن. ده اللي الحقيقه انعكس ايجابيا، وشفنا ان معدل البطاله تراجع من حوالي 12.6% منذ 4 سنين إلى أقل معدل لي الحقيقة في 11 سنة اللي يسجل نحو 7.5% فقط. فده معدل الحقيقة تراجع معدل البطالة بهذا الشكل يعكس قد إيه المشروعات المهمة اللي بتقيمها الدولة، وأن الدولة الحقيقة بتضع في أولوياتها هي تحسين الخدمات الأساسية من خلال المشروعات التنموية، سواء الصرف الصحي اللي احنا شفناه المحطة النهاردة، سواء الطرق والكباري اللي بتسهل حياة وانتقال المواطنين، المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي اللي هو بيوفر شقة للشباب والفئات اللي غير قادرة على ده ودعمهم الدولة في الإسكان الاجتماعي. شفنا 1,000,000 وحدة سكنية قامت الدولة ببنائها في وقت قياس 4 سنين اللي فاتت، والمشروع كما أعلن السيد الرئيس فتحي السيسي ان كل مواطن سوف يتقدم للحصول على شقه اسكان اجتماعي سوف يحصل عليها طالما انه يستحق لهذه الوحده والشقه. فالمشروعات تسير على قدم وساق في هذا الاطار. وايضا النهارده ما يصاحب السيد رئيس الوزراء عدد من الوزراء المهمين، سواء وزير التعليم، وزير الاسكان،
رئيس جهاز تنمية المشروعات السيدة نادين جامع، السيد المحافظ الحقيقة النشط المستشار هاني عبد الجابر وعامل مشروعات، وأنا زرت هذه المشروعات في المناطق الصناعية منطقتين. مشروعات عظيمة بكل تأكيد. أستاذ خليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، أنا أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى طول انتظارك، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم حضرات السادة المشاهدين. تلقاكم زميلتي دانا مدحت على رأس الساعة وجولة إخبارية مفصلة، شكرا جزيلا لكم. We'll be right back.